وفي ختام أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن اعتماد إعلان جدة، معربا عن تمنياته بالنجاح لمملكة البحرين في استضافة القمة العربية القادمة. أعلن اعتماد قرارات الصادرة من قمتكم الموقرة وإعلان جدة. في ختام أعمال القمة نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة لمشاركتهم وجهودهم المبذولة لإنجاح هذه القمة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لمملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.